بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتحسبا لما قد تتعرض له الأضاحي من ارتفاع في الأسعار وما يترتب عليه من انعكاسات قد تطال جيب المستهلك، قام فريق الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة قسم طوارئ الصديق بجولة رصد وتفقد لأسعار الأضاحي في سوق الأغنام بمحافظة العاصمة، وقد سجل المفتشون الأسعار الموجودة تحسبا لأي ارتفاع قد يطرأ على الأسعار أثناء فترة العيد. بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك نقوم الآن نحن فريق طوارئ الصديق نوبباء بالكشف على سوق الأغنام في محافظة العاصمة وكشف على أنواع الأضاحي المتوفرة في السوق حاليا، وبعد الجولة التي قمنا بها في السوق تبين لنا توفر أنواع الأضاحي بكثرة ومنها روماني، استرالي، نجدي، نعيمي بأنواع سعودي، أردني، كويتي، صومالي، سوداني، جورجي، متوفرة الحمد لله بكثرة. حرصا على مصلحة المستهلكين في حال وجود أي شكوى أو استفسار الاتصال على رقم 135 الخط الساخن أو واتساب 55135135. علم بأن فريق الطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة وفي خدمة الجميع. الأسعار اللي صردناها راح تكون خاصة فينا وفي متابعة إن شاء الله باكر وعقب باكر على السعر إذا زاد من غير داعي أو إن صار في احتكار أو إن شالوا الأعداد الموجودة المتوفرة اليوم. اليوم شوف مثل ما شفتوا موجود كل شيء، موجود الكميات بوفرة الحمد لله، وإن شاء الله لي باكر وبعده نستدعي صاحب العلاقة ونستفسر منه ليش الأسباب اللي زيد فيها السعر، ممكن يكون عنده جواب مقنع ممكن ما يقنعك في الجواب، فإذا ما أقنعك ممكن تسجل له محضر تأخذ فيه أقواله وتحوله مباشرة للنيابة التجارية يبرر فيها أسبابه هناك، إذا أنت ما كنت مقتنع فيها ممكن يقتنع فيها الغضاء. فريق الرعاية قام بجولة ثانية في سوق الأغنام واستطلع أوضاع الأضاحي الموجودة في السوق من حيث النوعية والأسعار، وقد تبين وجود أكثر من 10 أنواع من الأغنام وبأسعار متفاوتة حسب النوع والحجم. كل شيء له سعر، مو سوى الحلال غير، في واطي في نازل في يختلف، حتى حلال يختلف، في حلال الكويت يختلف عن حلال التو جاي أكثر سعر غير من الديرة أكثر سعر، مثل ما تقول هذا بمية غنم الكويت الخروف يروح بمية وعشرين مية وثلاثين، فيه أشكال، فيه النجدي وفيه العربي وفيه نعيم الديرة هني إنتاج الديرة أشكال، وهذا بعضه من الأردن بس مربوط هني الديرة هاي مربوطة مية الحق نصرف على غالي ومراض وجو حار ولا بعضها تموت على سعر فيها غنم على مية وعشرين هذا أردني ماكو، وفي غنم على 85 هان على 85 الحلال والله ما هو واحد، في 140 في 150 في 130 في 125 ما هو واحد الحلال، حلال أنواع، فيه 85 جورجي هذا 90 91 ها ما هو واحد الحلال، إن شاء الله إنه ينزل وكل الحالة تتعدل إن شاء الله. والله ما في حلال، أول إيراني ما فيه، هنا ما فيه، شفالي ما فيه، قبل مرخص الشفالي والإيراني هذا حلال، قبل هذا ما هو واحد الحلال، إن شاء الله حتى هذا إن شاء الله أرخص، والحلال وارد، النعيم السعودي فيه موجود والنعيم الأردني موجود والنعيم المحلي موجود. وفيما يترقب المستهلك هبوط مؤشر أسعار الأضاحي إلا أن التوقعات قد تخالف الواقع، حيث تسبق وزارة التجارة موسم العيد وترصد الأسعار تحسما لأي ارتفاع غير مبرر قد يعرض البائع لتحرير محضر مخالفة ضده وتجنيب المستهلك عواقب الارتفاع العكسية. خالد الفارس، الرأي.